السلام عليكم. شكا رجل إلى طبيب عن ألم في بطنه، فسأله الطبيب: ماذا أكلت؟ قال: أكلت طعاما فاسدا. فدعا الطبيب إلى كحل لكي يكحل عيني المريض، فاستغرب المريض فقال: أنا أحس ألما في بطني وليس في عيني. فقال الطبيب: أعلم، لكن أكحلك لكي ترى الطعام الفاسد مرة أخرى. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.